استقبل سعادة السيد خوسيه أوليسيس دي بينا كوريا سيلفا رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لاتحاد البحرين لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد، وذلك على هامش زيارة سموه لجمهورية الرأس الأخضر لحضور منافسات بطولة إفريقيا للملاكمة للوزن الثقيل التي تقام تحت شعار من سيكون ملك إفريقيا، التي انطلقت فجر أحد بتوقيت مملكة البحرين، والتي شهدت إقامة النزال الذي يجمع بين ملاكم فريق فيصل أرامي والملاكم الكونغولي جونيور ماكسيموس. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته له ولرئيس الجمهورية بدوام الصحة والسعادة والتقدم والازدهار للجمهورية. ونقل سمو تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما ونقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتمنيات سموه لجمهورية الرأس الأخضر بالتوفيق والنجاح في المجال الشبابي والرياضي. بعدها تبادل سموه مع رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر الحديث حول تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الرأس الأخضر والسبل الكفيلة لدعمها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما على مستوى الشأن الرياضي، مؤكدا سموه خلال اللقاء السعي نحو مد جسور التواصل الذي يحقق نتائج متقدمة على مستوى العلاقة بين البلدين في هذا المجال. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إننا سعيدون بتواجدنا هنا بجمهورية الرأس الأخضر التي تعد إحدى البلدان الجميلة التابعة للقارة الإفريقية والموجودة في المحيط الأطلسي والتي تتمتع بالطبيعة الخلابة وسكانها الرائعون، كما أنها من البلدان التي تشهد نموا في مختلف المجالات، فهذه فرصة نعزز فيها أواصر التعاون المشترك الذي يساهم في تنمية وتطوير العلاقة بين البلدين. وأضاف سموه نود في هذا المقام أن نهنئ جمهورية الرأس الأخضر على نجاح بطولة إفريقيا للملاكمة والتي شارك بمنافساتها ملاكمنا فيصل أرامي، والتي تعكس مدى اهتمام هذا البلد في احتضان البطولات الدولية في الرياضات المختلفة وبخاصة الرياضات القتالية، وهذا ما يدفعنا نحو دعم الجهود التي تسهم في تحقيق أهدافنا الرامية للتشجيع على ممارسة الرياضات القتالية ودعم تطويرها وارتقائها على الشكل الذي يواصل انتشارها في جميع أقطار العالم، متمنيا سموه في الوقت ذاته لجمهورية الرأس الأخضر دوام التوفيق والنجاح والتميز. في نهاية اللقاء تبادل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع رئيس جمهورية وزراء الرأس الأخضر الهدايا التذكارية، حيث أهدى سموه لرئيس الوزراء هدية وهي عبارة عن مجسم لصقر ولؤلؤة وسفينة يرمز لمملكة البحرين. كما أهدى سموه لرئيس الوزراء هدية خاصة لرئيس جمهورية الرأس الأخضر وهي عبارة عن مجسم لإبل وهو أحد رموز التراث البحريني الأصيل، فيما أهدى رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر سجادة صناعة يدوية ترمز للتراث القديم للجمهورية. من جانبه أعرب سعادة السيد خوسيه أوليسيس دي بينا كوريا سيلفا رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر عن سعادته بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للجمهورية، مؤكدا أن زيارة سموه ستفتح آفاقا رحبة من التعاون والتنسيق المشترك بين جمهورية الرأس الأخضر ومملكة البحرين في العديد من المجالات، مؤكدا أن جمهورية الرأس الأخضر ستكون مستعدة لأي زيارات ومباحثات قادمة ستخدم مسيرة النماء والتطور في البلدين، معربا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لسموه على هذه الزيارة التي سيكون لها المردود الإيجابي في تعزيز أطر العلاقات الثنائية.